توفيق. زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. عندك بقى مساحة تفاصيل كتيرة ممكن تتكلم فيها، وأخبار أكيد ممكن نسمعها منك عن كواليس معسكر الأمس. خلص إمتى؟ اتبلغ الجهاز الفني إمتى بالقرار؟ الفريق كان وصل فندق الإقامة عشان يخشوا معسكر، كل الإجراءات كانت ماشية طبيعي جدا. والنهاردة رؤية الجهاز الفني في مباراة فاركو واللعيبة ومدى استعدادها للمباراة اللي جاية. يعني خلينا محمد أبدأ بما انتهيت به أنت، هل اتأثر النادي الأهلي بكل ما حدث في الأمس أم لا؟ بصراحة لا، البرنامج زي ما هو كان موضوع يا محمد، وكنت متابع معاك حلقة الأمس، كانت حلقة أكثر من رائعة. النادي الأهلي كان ماشي في استعداده عادي جدا لمباراة الزمالك في الأسبوع 27 إلى دخول المعسكر وإلى ذلك، وكل كانت الأمور ماشية بنفس السيستم اللي النادي الأهلي ماشي بيه في كل مباريات، سواء في الدوري العام أو المنافسات حتى المحلية والقارية. ولكن طبعا بعد البيان الرسمي اللي صدر من رابطه الانديه والخطاب الرسمي اللي وصل للنادي الاهلي، طبعا يعني تم الخروج من المعسكر. قبل كده كان كل الامور بتسير بشكل معتاد جدا. النهارده كمان النادي الاهلي خلاص ما فيش وقت يا محمد، خلاص حصلت على 3 نقاط من مباراه الزمالك، ولكن طبعا مش هو ده نهايه المطاف. انت عندك مشوار كبير جدا، لقب دوري عاوز تحافظ عليه العام الثاني على التوالي، عندك منافسه على مدار ايام قادمه، مباريات مضغوطه جدا، مؤجلات، وكمان بجانب الدوري العام الناس كلها بتلعب مباريات الدوري، بس انت بتلعب بشكل مضغوط سواء المباريات العاديه في اسابيعها وترتيبها، او كمان زي ما انت قلت مؤجلاتك بنفس ترتيبها. يا محمد يمكن كان اخر مباراه مؤجله كانت مباراه الداخليه الاسبوع ال 12، ثاني مباراه على طول التاليه اللي هتبقى مؤجله هتبقى امام طلائع الجيش في الاسبوع 13. فزي ما انت قلت واشرت، كل المباريات بتتم بترتيبها الرسمي في الجدول وحسب المؤجلات كل في اسبوعه. طبعا النادي الاهلي بيواصل يعني النهارده على طول ما فيش راحه محمد، بيكمل استعداده ولكن لمباراه فاركو باذن الله رب العالمين في الجوله 28 مقرر ليها السابعه مساء الجمعه على استاد القاهره الدولي. الفريق موجود يا محمد، يمكن التدريب ان شاء الله هيبتدي زي ما انت ذكرت الساعه 6. الفريق طبعا كان متجمع من قبل الخامسه، كمان بيبقى الميعاد الرسمي للتجمع قبل التمرين بساعه، ولكن كمان من قبل الساعه 5 لاعبي الفريق الاول، الجهاز الطبي الاداري الفني كلهم موجودين هنا داخل اروقه ملعب مختار التتش بالجزيره. ان شاء الله التدريب هيكون النهارده، البرنامج ماشي بشكل عادي جدا يا محمد لغايه يوم الجمعه باذن الله لغايه مباراه فاركو. قد يشهد مران اليوم اجراء يعني زي ما بنقول كده تقسيم ما بين فريقين من اللاعبين، فريق اللاعب يعني لاعبي الفريق الاول مطعمين طبعا بمجموعه من الناشئين المصعدين بالفعل منذ فتره مع الفريق الاول. ده مش بشكل قطع لسه، المعلومه القطعيه يا محمد هنعرفها من كابتن خالد بيبو مدير الكره بفريق النادي الاهلي، ولكن الى الان يعني تجهيزات الملعب هي غير المعتاده كل يوم. اعتقد ان ممكن نشوف تقسيمه ما بين اللاعبين او زي ما بنقول كده تراي ماتش ما بين فريقين من اللاعبين، ولكن باستثناء ذلك كل الترتيبات كل التجهيزات يعني متواصله طبعا الى مباراه فاركو باذن الله رب العالمين زي ما قلنا في الاسبوع 28 يوم الجمعه المقبل. توفيق. المصابين كان محمد يمكن اشرت ليهم، وسام ابو علي بالفعل معاك. قبل ما نروح للمصابين انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، واعتقد التراي ماتش ده اللي انت تحاول تتاكد من الكابتن خالد بيبو هو اكيد جاي نتيجه ان الاحمال البدنيه وتدريب امبارح ما كانش تدريب قوي، كان تدريب خفيف لان عندك ماتش النهارده، فانت اكيد الاحمال البدنيه والجهاز الفني عنده تفاصيل ويفهم في التفاصيل دي اكتر مننا، بس انت عامل احمال بدنيه عشان عندك النهارده ماتش، فجاه النهارده مفيش مباراه، فبالتالي لازم الاحمال البدنيه تمشي بنفس السياق فتعمل تراي ماتش عشان تبدا من بكره تنزل بالحمل او تطلع بالحمل عشان لما توصل لمباراه فاركو ما يكونش فيه خلل في البرنامج البدني. فدي معلومه اعتقد مهمه جدا انت قلتها دلوقتي، واكيد هتتاكد من تفاصيلها من خلال الكابتن خالد بيبو بعد قليل. فدي معلومه ممكن نقولها للساده المشاهدين ان الجهاز الفني كمان عامل حسابه بشكل كويس جدا لفكره الاحمال البدنيه، كان نزل بالمعدل امبارح عشان عنده ماتش النهارده، فاكيد النهارده هيكون عنده تغيير في هذه المساله او تفكير في هذه المساله عشان يحضر اللعيبه ماتش فاركو بحيث ما يحصلش خلل في الاحمال البدنيه وانت داخل على مباريات بيتم الغائها ومباريات بيتم اقامتها. يا توفيق اتفضل بقى، ولو عندك تفاصيل عن موضوع المصابين بالفعل مين ممكن يلحق مباراه فاركو. بس اخر حاجه في النقطه اللي كابتن فيها محمد، زي ما قلت لك هو الاستعداد في ملعب مختار التتش غير المعتاد كل يوم، ولكن طبعا كابتن خالد بيبو والجهاز الفني بالكامل الاداري الطبي بيبقى دايما في اجتماع يومي في كل تدريب. فحاليا دلوقتي كابتن خالد بيبو يعني حاولنا ان احنا نوصله، ولكن هو في اجتماع مع مستر مارسيل كولر واعضاء الجهاز الاداري والفني والطبي كلهم في غرف خلع الملابس، بقى في اجتماع دايما معتاد كده قبل كل تمرين في ملعب مختار التتش بالجزيره هنا. ولكن زي ما قلت لك زي ما انت ذكرت ان طبعا موضوع الاحمال انت بتتكلم ان انت محمد على طول مستر مارسيل كولر ماشي بسيستم واحد، بيبقى ثاني يوم المباراه بيبقى في تدريب على طول استشفاء المجموعه الاساسيه، المجموعه الباقيه بتخوض مران قوي، تاني اليوم التالي بقى بيبقى على طول اجازه، وبعد كده بتبدا تكمل الاعداد. فطبعا زي ما انت عارف الفريق اتمرن السبت خد اجازه الاحد،
اتمرن بالامس يوم الاثنين على اساس ان في مباراه النهارده، فطبعا اكيد الجهاز الفني عامل حسابه، فاعتقد زي ما انا قلت لك بالزبط. الاقرب ان هيكون في ان شاء الله تراي ماتش النهارده، ولكن ننتظر التاكيد من كابتن خالد بيبو فورا انتهاء من الاجتماع على طول. وسام ابو علي بالفعل بيتدرب من يوم الاربعاء اللي فات يا محمد مع الفريق من قبل مباراه الداخليه كمان، خد معاهم مباراه الاربعاء والخميس، ولكن طبعا مستر مارسيل كولر ما حبش انه يستعجل على عوده وسام، خاصه ان هو كان كده كده عامل يعني روتيشن ما بين عدد كبير جدا من اللاعبين في مباراه الداخليه، فطبعا فضل ادخاره للمباريات القادمه، خاصه ان انت شايف ضغط المباريات بشكل كبير جدا. فاعتقد وسام ابو علي خلاص مشاركته في المباريات يعني متوقفه فقط على الرؤيه الفنيه لمستر مارسيل كولر، ولكن من الناحيه الطبيه هو لائق تماما وجاهز ليه خوض المباريات. بيرسي تاو، عمر كمال عبد الواحد، يعني الاثنين في اخر مرحله من التاهيل، مساله مشاركتهم في التدريبات الجماعيه لسه لم تحين وقتها، فاعتقد ان هم بنسبه كبيره جدا خارج مباراه فاركو. اعتقد فيما هو تالي من المباريات الاسبوع اللي بعده مباراه الجيش او مباراه اللي بعدها ان شاء الله ممكن يكون لهم نصيب في المشاركه مع الفريق، ولكن الى هذه اللحظه هم بره التدريبات الجماعيه. بطمنك بس ان وسام ابو علي باذن الله موجود وتحت امر الجهاز الفني من الناحيه الفنيه باذن الله رب العالمين. كل الاجواء يا محمد رائعه زي ما انا قلت لك، مفيش اي تاثير خالص بتاجيلات، انت عندك هدف اسمى واكبر يا محمد، مش بس مباراه ولكن انت عندك بطوله. عاوز تحافظ على لقبها، انت حامل اللقب والبطل التاريخي للمسابقه، وعندك جمهور كبير مستني منك في كل بطوله بتدخلها انك تكون الحاصد لللقب ورقم واحد في كل بطوله، فده الهدف الاسمى وده لكل الجهاز الفني والاداري واللاعبين شغال عليه هنا، وهو اسعاد جماهير النادي الاهلي، وكل يوم تاريخ جديد وكتاب التاريخ جديد ليبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه ويبقى دائما رقم واحد. كمان يا محمد اتفضل. طيب اخر حاجه توفيق، هل لاحظت او شفت قبل التدريب تواجد عدد ممكن يكون تم تصعيده من القطاع او نفس المجموعه اللي موجوده من قطاع الناشئين في تدريبات الفريق الاول؟ يعني النهارده ممكن نشوف وجوه جديده في التدريب ولا نفس الوجوه اللي موجوده من القطاع في تدريبات الفريق الاول؟ لا بالتاكيد يا محمد كل اللي شفتهم النهارده موجودين، حتى قبل المران زي ما قلت لك موجودين من بدري جدا، هي المجموعه الموجوده منذ فتره مع الفريق سواء من مجموعه 2003 او كمان فرقه 2005 هم الموجودين. ما فيش، انا فاهم قصدك ان هل في عدد كبير جدا ماشيين، ولكن طبعا انت عارف العدد الكبير لاعبي النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يحفظهم جميعا عدد كبير، فكمان اعتقد الافاده الفنيه والاستفاده هتبقى المستر مارسيل كولر من تواجد كل اللاعبين الاساسيين من الفريق الاول او كمان اللي بقى لهم مجموعه أكيد. مع الفريق بيتدربوا من قطاع الناشئين، فدول اللي هيتم اعتماد عليهم سواء في تدريب اليوم او التدريبات المقبله او كمان ان شاء الله لو في زي ما قلت لك تراي ماتش او تقسيمه ما بين اللاعبين. ولكن لا ما فيش عناصر جديده منضمه، هي العناصر الموجوده بالفعل منذ فتره تقريبا بنتكلم في اكتر من 6 شهور على طول موجودين مع فريق النادي الاهلي على فترات حسب جدول طبعا قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ولكن هم نفس المجموعه المعتاده اللي متعودين عليها سواء من فريق 2003 او 2005 باذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي قبل استئناف التدريب الساعة 6 بإذن الله. لسه عندنا تفاصيل ولسه عندنا موضوعات مهمة ولكن بعد الفاصل.